أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. معكم عماد وليام في فيديو جديد. الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن الإكسل، وفي كلامنا عن الإكسل هنتكلم عن الأرقام التسلسلية أو السيريال نمبر. لما كلنا عارفين لما بحب أعمل سيريال نمبر مثلا يبتدي من واحد، والستيب بتاعتي عايزها 1 2 3. كلنا عارفين إن أنا ببتدي بالرقم الأولي وبعد كده الرقم التاني، بحدد الاتنين مع بعض وبسحب لتحت على حسب ما انا عايز، وكده بتكون دي احد الحاجات اللي بعمل بيها السيريال نمبر. طريقة تانية بعمل بيها السيريال نمبر، وانا لو في تكست وجنبي رقم مثلا نمبر 1، مش لازم اكتب نمبر 2، بمجرد ان انا بسحب بيعمل لي ارقام تسلسلية زي ما حضراتكم شايفين. الطريقة التانية اللي ممكن نستخدمها ان احنا هنستخدم فيها دالة سيكونس، وهي عبارة عن ان احنا هنبتدي في الحالة دي equation او معادلة، هنقول يساوي وهنحط بين quotation التكست اللي احنا عايزينه. ادي كلمة number اللي هي هتبقى ثابتة، والدوت بتاعتها هسيب مسافة عشان السيكونس يجي جنبيها. علشان ألزق السيكونس فيها هحط الكونكاتينيت أو علامة الأند دي، وأكتب الفانكشن سيكونس، والسيكونس اللي أنا عايز أحطه وليكن 20 سطر. هقفل القوس وأدوس إنتر. في الحالة دي زي ما حضراتكم شايفين هو عمل لي برضو السيريال بتاعي. لو أنا عايز بقى ما يظهرش الرقم غير لما أكتب في العمود بي، في الحالة دي تعالوا بقى نقول الحيلة بتاعتنا النهاردة، ان احنا بدل الـ20 اللي في السيكونس تعالوا نستخدم الفانكشن اللي هي count a، وهتكون لي العمود b من b1 نقطتين فوق بعض، الرينج بتاعي للبي 20 برضو. هقفل القوس بتاع الكاونت a وهقفل القوس بتاع السيكونس وهدوس انتر. في الحالة دي زي ما حضراتكم شايفين هو بيكتب السيكونس نمبر 1 ونمبر 2 قدام التكست اللي مكتوبة. لو جيت ازود بهذا الشكل وادوس انتر، هلاقي على طول هو بيزود على حسب التكست اللي انا بكتبه. بكده نصل لنهاية الفيديو بتاع النهاردة. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة إن شاء الله. إذا عجب الفيديو حضراتكم ففضلا وليس أمرا دعم القناة بالاشتراك فيها مع تفعيل الجرس، وشكرا لحضراتكم مرة أخرى للمتابعة، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة إن شاء الله.